احنا دلوقتي بنشتغل على ازاي نبدأ من خلال جسمنا نلاقي شخصيات. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على انه ممكن شخصية زي احدب نوتردام، حركة في جسمه او طبيعة ما بيخلقها في جسمه هي بتخلي الحركة ليها شكل، طريقة صوت ومشي بشكل مختلف، ممكن نقول ان هو شكل مبالغ فيه شوية. دلوقتي هنبدأ نعمل تمارين بسيطة جدا اخر الفيديو، هنعمل كده من خلال التمارين دي نعمل بيها ميكس كده ونوريكو ازاي ينفع نعمل بيها شخصيات ولا لا. خلونا برضو نرجع نقول زي ما قلنا اول مرة انه كل حاجة بنعملها هي هتبقى مبالغ فيها، مش سينما ولا التلفزيون، هي شخصيات اقرب للشخصيات الخياليه، اقرب للشخصيات الكرتونيه او الكاريكاتير. خلونا نقول انه التسخين اللي احنا عملناه في الاول ده هنبقى طول الوقت قبل ما نبتدي اي شغل ليه علاقه بالحركه والمسرح، ممكن نعيد التدريب ده عشان نسخن جسمنا ونبقى مستعدين ان احنا نتحرك. تمام، هنبدأ اول تمرين، واحنا زي ما قلنا ان احنا هنشتغل على ان احنا نخلق شخصيات. الشخصيات دي هنخلقها عن طريق الجسم، فهنبتدي نعمل تمارين ان احنا بنغير حاجة صغيرة في الجسم بتاعنا ونشوف التغيير ده هيأثر علينا ازاي وهيأثر على باقي جسمنا ازاي، وهنلعب ونكتشف ده ممكن يبقى شخصية عاملة ازاي مثلا. وهي الحقيقة هي حركات بسيطة جدا، يعني مش محتاج منك حركة كبيرة قوي، وده اللي هنعمله معاك بالظبط. يعني ممكن تبقى حركة رجل، حركة خوض، حركة التراس، فهنعمل ده في التمرين ده دلوقتي، وهي مش حركات كبيرة جدا. نبدأ؟ يلا بينا. هنبدأ في الرجلين. اوكي، اول حاجة هنعملها هي ان احنا هنجرب نمشي على ترطيف صوابعنا، وهنجرب نتحرك واحنا على ترطيف صوابعنا، ونشوف ده مؤثر ازاي على باقي جسمي. ممكن نتحرك هنا، ممكن امشي في المساحة اللي انا فيها، اجرب المشية واجرب احاول كده اركز انا استخدمت ايه في جسمي، ايه العضلات اللي استخدمتها، ايه الحاجات اللي حصلت في جسمي علشان افضل واقفة وانا على ترتيب صوابعي كده وبتحرك، واحاول افكر انا ممكن ابقى حاسة بايه او حاسس بايه وانا واقفة الوقفة دي. اوكي، انزل و بره. هنقول المشط او وش الرجل الخارجي اللي هو الجنب ده هنرفعه ونقف عليه. نفس الموضوع، حاول كده تعمل تدور على نقطة الوزن بتاعتك في النص عشان ما تبقاش ضغط على رجل او رجل تانية وبالتالي هتتعب او رجلك هتوجعك. فشوف نقطة الوزن بتاعتك فين، اللي هو السنتر بتاع الحركة بتاع الوزن، وابدأ اتحرك. وبرضو حاول افهم بقيه جسمي بيعمل ايه كرد فعل على حركه الرجل دي. ركبي فين؟ زبط. حوزي فين؟ ظهري فين؟ راسي فين؟ وما انساش زي ما قلنا من الاول خالص ان انا في اي حاجه بعملها اكون بتنفس. وبعدين بنرجع للقدم تاني. حاول كده وانت واقف تحس الفرق ما بين الرجل، هتحس ان انت دلوقتي واعي جدا بالجزء الخارجي والجزء القدام اللي انت اوريدي دوست عليهم، دوست عليهم وانت بتحرك دلوقتي، انت حاسس بيهم جدا. فاضل الكعب. الكعب ايه؟ همشي على كعبي واجرب المشية في المكان، ونفس الحاجة حاول افهم ايه اللي بيحصل في جسمي وانا بمشي المشية دي. طيب السرعة بتاعتي عاملة ازاي؟ هل انا ممكن برضو نلعب في موضوع السرعات ده لو مشيت بسرعة. طيب اخر حاجة الوش الداخلي او المشط الداخلي للرجل، فانت هتحس رجليك مقلوبة بقى لجوه، تبقى كده شبه البطريق. ايه ده؟ صح؟ واشوف تأثير ده على باقي جسمي. تعالوا كده نجرب نبدل ما بينهم عشان نفتكرهم. المشط، الكعب، لبره، لجوه.
اوكي، في التمرين اللي احنا عملناه ده بتاع الرجلين مهم جدا ان انتوا وانتوا بتتحركوا في المكان بتاعكوا بمختلف الطرق دي ان انتوا تركزوا في بقيه جسمكوا بيتحرك ازاي بالظبط بعد ما غيرتوا رجلكوا، وتحاولوا كده تفكروا بخيالكوا الوقفه دي او الحركه دي او المشيه دي بتحسسني بايه، بتحسسني ان انا مين مثلا، بتفكرني بحد شفته مثلا قبل كده ماشي في الشارع. يعني خلونا كده بس نشغل الخيال بتاعنا شويه. اه، وفي حاجه تانية هي وانت بتتحرك حاول تركز مع حركه ايدك، هل انا لو ثبتت ايدي مرتاح ولا هل لو ايدي اتحركت، لان وانت ايديك بتتحرك دي انت في وزن زياده بس بيطلع بره الاكس بتاع بره جسمك بره وزنك. ليه؟ عشان واحنا ماشيين كده لو انت مثبت ايديك وماشي كده جسمك اتقل من الحركه دي على فكره. وبالتالي لما بتيجي تعمل حركات رجليك فكر في حركه ايدك، لو انت عايز تبقى موجوده هتحس ان جسمك اخف شويه، ولو انت مثبت ايديك جسمك هيبقى اتقل وبالتالي هتحس بالوزن على الكعب اكتر، ممكن تحس ان هو ده بيوجع اكتر. فهي تساؤلات كلها انت محتاج تفكر في انه ايه جسمي محتاجه مني وازاي اسمعه كويس وازاي ابقى واعي بيه، وانا عايز ايه، عايز ايه. دي مهمه جدا لانه انت هتقدر تتعرف على جسمك بشكل مختلف. ممكن برضو نقعد نجرب حاجات، يعني لو انا مثلا رجليا لبره وانا بمشي ممكن اجرب ايديا تبقى جنبي، ممكن اجرب ايديا في وسطي، ممكن اجرب ايديا تبقى ورا، ممكن اجرب ايديا تبقى هنا، ممكن اجرب ابقى بسلم على حد، ممكن اجرب ابقى ماشي كده. كل حاجه من دول بتزود معلومه على الشخصيه دي وممكن تكون بتغيرها تماما. التمرين اللي بعد، خليكوا كده، دي معلومه مهمه، ان انا ركبي وانا واقف هي مش كده ولا كده، لكن عادي ركبي مسترخيه. يعني انا بحس اكتر قد ايه كل جزء من جسمك بيحتاج يتنفس. لو انت شايل ركبك واقف كده فانت كانك قافل النفس، لما بتاخد نفس بتحس ان جسمك هنا. هي دي يا فكره انه قد ايه ممكن تسيب لحظه من الشده البسيطه دي تبقى موجوده، لا هي مشدوده قوي ولا هي مرتخيه، لا في ده. فخلونا ركبنا مرتخيه وجسمنا يعني من رقبتي لحد اخر العمود الفقري مايل سنه صغيره لقدام، بس حته واحده، مش رقبتي مثلا كده او رقبتي كده، لا حته واحده كده. تمام. اوكي، وهنبتدي نعمل موجة بجسمنا كله، الركب، الحوض، الصدر، والرأس. تاني، الركب، الحوض، الصدر، والرأس. اوكي، هنجرب دلوقتي نبدأ بأول حركة. دلوقتي احنا عندنا 4 مستويات لحركة المفاصل، عندنا الركب، عندنا الحوض، عندنا الصدر، عندنا الرأس. فهنتخيل دلوقتي حركتنا هي بداية الحركة من الركب. يعني ايه؟ تخيل لو انت مربوط بخيط من رأسك، فهي رأسك مشدودة، الخيط هو شادد أول حاجة، وبالتالي فهي رأسك اتحرك الأول. فخلينا نبدأ من الركب، كأنك انت مشدود بخيط من هنا، فهنزل ركبي تحت، جسمك ورا، وانت حد بيشدك من الخيط ده كأنك لعبة أو عروسة مارينيت، فهتمشي. حاول طول الوقت تحس كأن ركبك هي اللي شادة جسمك الأول، يعني جسمك ما يبقاش مرمي لقدام، فإنه هنا إيديك بقى هتتحرك ولا هي واقفة ثابتة، جرب الاتنين. هنا وأجرب إيديا وأجرب راسي بصة فين تتحرك إزاي. طب أنا سريع ولا بطيء؟ يعني ممكن نعمل ده دلوقتي، وكنا لسه هنعمل ده بعد، بس تمام، يعني ممكن نسرع في الحركه، هي اسرع ولا ايه؟ حركه ايديك عامله ازاي؟ طيب، دي اول حاجه. تاني حاجه هنتخيل ان الحوض هو الجزء اللي بتحرك منه، وبالتالي لو انا عملت كده فدلوقتي هو هنا، انا مشدود من الحوض بتاعي، الحوض بتاعك شدك لقدام وهو اول جزء بيتحرك من هنا، انا بمشي. يا ترى انا ايه ده، صوتي اتغير لما غيرت الوضع ده. هشوف تاثير الحركه على كل الجسم بما فيه الصوت بالظبط، بما فيه الاحساس. انا حاسه ان انا ايه دلوقتي، مين؟
والحقيقة ان كل حركة انت بتغيرها في جسمك الصوت هيختلف، لانه قصب الهواية بتاعتك واللي هي بتوصل الاحبال الصوتية ومخارج الصوت بتاعك، لو انت هنا فالصوت انت دلوقتي قافل كل مخارج الصوت والهواء، لو انت هنا تمام، هنا موضوع شوية في ضغط الهواء خارج كده في كيرف، في كل حركة انت بتعملها هتأثر على طبيعة الصوت وشكله عامل ازاي المسمع بتاعه. فاحنا دلوقتي كنا بنتكلم في انه عملنا الركب حوض صدر. طيب الصدر ده انت ممكن تبقى راسك ورا، ممكن تبقى مع اتجاه العمود الفقري بتاعك مشدودة، فانت بتتشد من هنا، خليك مركز ان كان حد بيشدك من هنا، ده اللي بيتحرك الاول. اوكي، واشوف الحركة دي بتأثر عليا ازاي. وفعلا يعني هو ده الجزء من الجسم اللي بأول واحد بيتحرك، وبقيت جسمي بيتبع الحركة دي. الأول جربنا بالركب، وبعدين الحوض، ودلوقتي بالصدر. ولو في صوت عايز يخرج مني وانا في الوضع ده اخليه يخرج. انا مثلا اللي جاي عليا دلوقتي وارجع ممكن نشيك كده بين كل حاجة وحاجة عشان جسمنا يرجع للوضع المحايد بتاعه. اوكي، ونرجع للموجة بتاعتنا، ركب، حوض، صدر، راس. دلوقتي هي الحركة هتبدأ من الراس، مصدر حركة أو الخيط اللي بيشدك هو راسك، فهل راسك هنا ولا ده؟ ايه الجزء اللي انت عايز تشد منه؟ هل بتشد من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ زي ما انت حاسس، بس هي اول جزء بيتحرك هي الراس. ولو انت اتكلمت هتلاقي الصوت مختلف. والشخصية دي اللي ماشية براسها كده دي ممكن تكون عايزة ايه؟ ممكن تبقى مين؟ واشوف ازاي ممكن اتفاعل مع المكان اللي انا فيه، الاوضه اللي انا فيها بالشخصية دي. طيب في حاجة عايز اقولها سريعة، هو انه احنا عندنا مفاصل كتير في جسمنا، وبالتالي انت محتاج تعرف ايه اهمية المفاصل دي. يعني ايه المفاصل الموجودة دي؟ ان انا دلوقتي عشان ابص للشخص اللي جنبي فببص له كده هنا، عايز ابص فوق، دي كلها اهمية المفاصل الموجودة. وبالتالي انا في خط ما بيني وبين الشخص اللي معايا مرسوم من خلال اي كونتاكت اللي بيحصل او التواصل بالعين، وبالتالي هنا ده موجود، مش محتاج الف كده. فتعالوا نفكر او نجرب واحنا قاعدين او انتوا واقفين كده، انه هتحرك عينك، بتحرك في اماكن مختلفه، بس بتبدا الحركه من عينك الاول، تمام؟ وبعدين وانت بتجرب تعمل ده خلاص. عشان كده كنا بنقول ورم اب مهم جدا، عشان كل ده الاول تعمل له تسخين عشان تعرف تحرك راسك بشكل مناسب. بس دلوقتي هي دي الحركه. اهميه ان انت التواصل بالعين مرن جدا من خلال المفاصل دي. دلوقتي بتحرك كده، طيب اللي احنا بنقول عليه من خلال التمارين اللي عملناها دلوقتي، لو انا نقطه الحركه بتاعتي اول حركه هي الراس، انا هنا وعايز ابص للشخص اللي جنبي، انا ببص له كده، فممكن ابص على حاجه الاول وبعدين اتحرك في اتجاهها مثلا. وكمان لما بتتكلم هتلاقي الصوت مش هو الصوت بتاعك الطبيعي، هنا الصوت طبيعي جدا، هنا الصوت مش طبيعي، تحس ان هو مخلوق.
وبالتالي بقت الشخصية مختلفة تماما. طبيعتها هنا في ده، فهو بيبص كده، هي شخصية استحالة تكون شخصية بتواجه. ده مختلف تماما لما اقف اتكلم مع حد هنا. فكل تفصيلة صغيرة من اول ازاي الرجل بتمشي لحد ازاي الراس بتتحرك بتفرق، بتأثر على كل حاجة وبتبني على الشخصية دي، وبنكتشف منها مين الشخص ده، صفاته ايه، حاسس بايه، عنده كام سنة. ودي يعني الحقيقة انه التفاصيل دي هنشتغل عليها في الفيديوهات اللي جاية، فكرة الشخصية، لان بعرفين كل الابعاد بتاعتها اولا. بس دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيه ان انت من حركة صغيرة في جسمك ممكن تخلق شخصية مختلفة وتشوفها وتصورها، وتبقى كمان لما هندخل على الفيديوهات اللي هي علاقة بالشخصية والاكسسوارز، الاكسسوارات بتاعتها او لبسها، هتلاقي الموضوع بيكمل، بتلاقي قدامك شخصية كاملة. فلو احنا قررنا الاربع حركات بتوع الرجل، مشط كعب قدم، المشط الخارجي والداخلي، والحوض والرقبة والركبة والصدر، هناخد من كل واحدة حاجة ونعمل ميكس كده. وبالتالي مثلا هفكر ان انا هعمل رجلي كده وحركة صدرك هو اللي بيشط. فانت دلوقتي بقيت هنا، بقى عندك رجليك وصدرك، رجلي جوه وصدري هو اللي بيشدني وتحرك. انت هنا وحاول بقى انت تتكلم، وهتسب لو ثبتت ايديك بقى ايه، ولو حركتها بقت ايه. تمام، جرب كده هنا نغير حركه. دلوقتي صدرك هو اللي بيتحرك بس مع رجليك، ففي شكل مختلف تماما. طب لو انا جربت اعمل بره وفوق هنا، تمام، ممكن نعمل رجل ورجل كمان. مش لازم لو رجل ورجل، انت دلوقتي بقى حد عنده اختلاف في الطول بتاع الرجل مثلا هنا. طيب هل هو، تعال نفكر بقى، هل هو هنا ولا هل راسه بيتحرك بيها الاول؟ ممكن يبقى ماشي كده فهو هنا، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الفيديو اللي فات، فكره شخصيه احدى بنوتردام، لما كان بيمشي فانا ممكن من ده ابدا اعمل شخصيه بقى تانية. وزي ما قلنا احنا عمالين بنختار حاجات وبنجرب وبنلعب، مفيش حاجة صح وغلط، في استكشاف، نبقى عندنا فضول ان احنا نشوف ايه اللي ممكن يطلع. وانت محتاج تفكر الشخصية بتمشي ليه، رايح فين، الدفع بتاعها. فهل هو بيهرب؟ ده أثر على النفس بتاعه، طريقة التنفس. بالظبط، هيأثر على طريقة التنفس والكلام. لما تيجي تتكلم هيبقى فيه مختلف، لو حد بيتكلم هو هنا، لأنه بقى فيه الجسم مختلف، رأسك بره، الحجاب الحاجز بتاعك والقصبة الهوائية مختلفين، كل وضع جسمك مختلف. وبالتالي أنت رأسك هنا، حركة رجلك بتخلي فيه نوع من عدم التوازن في رجليك، نفسك بقى بسرعة. طبعا احنا بنتحكم في النفس، يعني ده فانت بتدور، هي اللعبه كلها قد ايه انت محتاج تلعب مع جسمك. زي قبل كده كنت بتكلم على انه الجسم هو اداه كبيره جدا وعالم كبير جدا، في ناس بتقعد تعيش عشان تعرف ايه الاداه اللي معاها دي، عشان تعرف عليها وتبقى في تواصل بينه وبين بعض. في اي مهنه، عندها طبيب عنده عياده، صيدلي عنده صيدليه، اي حد، الممثل او اللي بيشتغل بجسمه هو عنده جسمه، سواء راقص او ممثل، والتاني انت محتاج تتواصل معاه، هي دي الاداه اللي انت بتتكلم بيها. فاحنا دلوقتي هنلعب اي شخصيتين ونشوف ايه اللي هيحصل في المكان، وده بناء على الحاجات اللي احنا عملناها. فانا هختار سي، خلينا نجرب، هاخد دي ورا وايديا سيبوها، ما تركزش مع ايدك، هي ايدك هتروح في الحته اللي هي محتاجاها. على فكره الايدين هي جزء كبير من وزن الجسم، عشان كده هي لو اتحركت هي بتحاول على تظبيط الوزن. فدلوقتي احنا بنتحرك هنا، وانا هجرب رجل البرة ورجل الجوة وراسي لقدام. تمام.
لو انت عايز تتكلم كده تتكلم ازاي؟ ممكن تقول اسمك تتكلم هنا لأنه أنا مش ما أعرف أتكلم كويس غير كده. فأنت لما بتروح الشغل أنا ببقى لوحدي، طيب اي حاجه من دي جسمك بيبذل مجهود كبير جدا، مجهود كبير في ايه؟ في انه اوائل العضلات بتشتغل، اعصابك كلها بتشتغل، نفسك، مشاعرك، وبالتالي في اوقات تحس ان جسمك خلص الطاقه اللي فيها. ده طبيعي ومنطقي لان جسمك بيشتغل وكل حاجه وجسمك بتتحرك وبتدي من طاقتها، وبالتالي ده اللي بيحصل طبيعي جدا. وطبيعي جدا طول ما انت بتدور مع الأداة اللي موجودة عندك الكبيرة جدا دي هتلاقي نفسك تعبان بعدها او بتنهج. انا وقتي بنهج لانه مش ما كنتش بجري، بس كان في مجهود عضلي وعصبي وحركة وكل ده، وبالتالي انت محتاج تفهم انه ده طبيعي. حلو قوي. طيب مهم جدا بقى بما ان ده بياخد طاقة كبيرة وان احنا بنتعب قوي كده وان الدنيا حر، ان احنا نشرب مية بعد ما نخلص النفس. وان احنا نتنفس كويس مهم جدا، زي ما احنا شغلنا جسمنا وعضلاتنا ومخنا ونفسنا وكل ده، ان احنا بعد ما نخلص التمرين ان احنا كمان نهدي جسمنا ونبرده. باكد عليكم ان احنا لازم نشرب ميه، لازم نتنفس كويس. وممكن نرجع للفيديو الاولاني خالص في الاول بتاع التسخين، للتمارين اللي كانت في الاخر بتاعه الاطاله اللي هي حاجات زي كده زي ده زي ده. انا بقولهم بسرعه عشان هما في الفيديو الاولاني اللي بدعوكم طول الوقت ان انتوا ترجعوا له علشان تتمرنوا قبل وبعد. يعني مش بس بندعوكم لده بعد ما تخلصوا، لا قبل، عشان جسمك يبقى عنده القدره على انه يشتغل معاك ويديك اللي انت محتاجه وما يحصلش اي نوع من الاصابات. ممكن كمان انزل على الارض. بالظبط، نام على الارض على ظهري. حاول تاخد خد نفس طبعا طول الوقت تتنفس كويس. بعدين بتاخد الركب تحضنها وتقربها من صدرك، مش اكتر من كده، مغمض عينيك وتنفس، خلي جسمك بس يحس ان هو خلاص بيرتاح او بيرجع لنقطة الزيرو بتاعه للطاقة بتاعته. وانت بتقوم على الجنب، بعدين بتوقف لفوق. اوكي طيب، احنا بقى عايزين منكم ان انتوا تجربوا الحاجات اللي احنا عملناها دي. بالظبط، تجربوا. احنا عملنا حاجات مختلفة بالرجلين، عملنا حاجات مختلفة حوض وركبة وصدر وراس. ايوه، واتفقنا ان احنا ممكن نحط حاجات على بعض، رجل كده ورجل كده وحاجة من الاربع مفاصل دول، ونبتدي نتحرك في المساحة بتاعتنا ونشوف ايه الشخصية اللي ممكن تطلع مننا. بالزبط. ونشوف لو الشخصية دي عندها صوت عايز يطلع منها، عايزة تقول حاجة، ممكن تبقى شخصية بشرية وممكن تبقى شخصية بتعمل اصوات عندها لغة تانية خالص. فقعدوا جربوا كده وخدوا فيديو صغير 15 20 ثانية وابعتهولنا عشان خاطر نشارك مع بعض ايه اللي حصل بعد الفيديو ده. بالزبط.